هذا موضوع الترقية العقارية لينكر، اللي هو الترقية العقارية يعني مميزة ممتازة في موقع استراتيجي في طبعا في واسمها في الشراقة، وعلى حساب الملف اللي راه امامي انها الترقيه هذه، انا ما نعرفش موقعها طبعا، مش عارف بالضبط وين، لا قريبه ولا في الشراقه نشفى القدس، الترقيه تاع القدس هذيك اللي خليتها من بعد ما على باليش بصراحه، ما زرت الشراقه صار لي مده ما زرتهاش. اذا هذه هي الترقيه العقاريه اللي في الشراقه، لكن حسب الملف اللي راه امامي القضيه قديمه تعود من 2012، يعني ماهيش يعني بدات من 2012 و وروا حسب الملف اللي راهو امامي. لكن الشيء اللي لفت انتباهي اولا انه كاين واحد شخص يتصل بيا باستمرار، ملي تكلمت على هذه لينكري يتصل بيا واحد الشاب ممكن يكون في الاربعينات ممكن 35 على حسب صوته يبان صغير مش كبير، يتصل بيا يقول لي يا ابن سديره واش هذه المشكله اللي تهضر، راهم يغلطوا فيك، وهذا عيسات راهو فاميلة الهامل وهذا هو من العصابه وهذا وكذا وكذا. انا ما نعرفوش، انا قلت لكم انه هذا عيسات، والله انا كنت نتخيله من تبسم العاتر، انا قلتها من قبل، ظهر انه من وسموها من تلمسان، اوكي ما يهمناش، هاو عندي حتى ورا هذا يا عيسات، ظهر انه من تلمسان، عندي حتى عيسات احمد من مواليد 26 فيفري 1951 ببل غافر بلديه صبره ولايه تلمسان، ابن عبد القادر وعيسات خضره، متزوج وله 5 ابناء، ساكن في كذا ما يهمناش، حامل بطاقة تعريف كذا وكذا، صادرة عن صبرة ولاية تلمسان في 2008 وكذا، عمره يعني تقريبا شعار راهو زايد في 1951، معناتها راه عنده شحال شحال 71، اي راهو في 71 سنة، يعني راهو شيخ كبير. معلومات اللي عندي انه الانسان هذا امي جاهل ما قراش، عنده 71 سنه ما قراش مش قاري، جاهل ما يعرفش، يعني ما يعرفش حتى يكتب، يمضي ما يعرفش، يبصم برك جاهل. هذا الشخص اللي اتصل بيا من طرف اخر ضد هذا عيسات، قلت له انت بسيفتك واش راك تكلم معايا؟ قال لي انا شريك السوري اللي راك تكلم عليه. قلت له اوكي اعطيني ما يثبت انك شريكه، مازال ما عطانيش لحد الان ما عطانيش، لكن كل مره يتكلم لي كل مره يتكلم لي، انا اليوم قلت لازمني نشوف الملف هذا وش فيه، الملف هذا وش فيه؟ ومن هم الشركاء؟ وش هو المشكل؟ لما اطلعت على القضية لقيت أنه فيه مشكل آخر، اللي هو يعني مشكل معقد آخر. ما هو المشكل هذا؟ المشكل أنه هذا الموثق اللي هو الأستاذ سهيلية رفيق، موثق هذا اللي راه موجود بالسجن حاليا بتهمة، التهمة الأولى عنده التهمة الأساسية وهي تهريب مبلغ 56,000 أورو، لقاوه مهربها شدوه، وتكلمت عليه البارح وذاكرته حتى الصحافة، الصحافة متكلم نظن النهار أو ذاكرين الخبر أنه موثق تم توقيفه في مطار هوري بمدين، لأنه كان مهرب مبلغ مالي قدره 56,000 أورو بدون يعني التبليغ على المبلغ، يعني ما عندوش علاقة بالبنك، ما عندوش وصل من البنك وكذا. لكن هو موجود في السجن على هذه القضية، لكن ثبت أنه عنده قضية أخرى. ما هي القضية الأخرى؟ أنه السيد هذايا ماهوش موثق، استعمل التزوير، استعمال المزور، يعني تزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، السيد مزور وراقه كلش، وشني خدمته؟ هذا السي سهيلية رفيق هذا كان عون جمارك، كان عون جمارك في البورسيك في عين طايا، كان بورسيك عين طايا، من بعد خرج من الجمارك راح ترافيكا كوارت، دار شهادة المحاماة الكابا ومنا، ودار مش عارف شهادة منا وترافيكا منا وطلع منا وكذا، ولا نوتير. عمي سعيد ترقية العقارية هي تهريب أموال ما عندهاش بزاف، تضاربوا شركات من مراسل لا غير الشركة والسجلية الجمهورية. أيوا قال لك الترقية هذا جاية لتحت سوق فلاح، هذا على حسب الخبر هذا له صبرك، قال لك ساكنين فيها غير القماقم، قال لك غير وكيل الجمهوريه ونائب عام وقاضي ومحامي وهذه قالوها لي، قالوا لي ساكنين فيها غير المعالم. السؤال المطروح، المعاليم هذول راهم ساكنين في الترقيه العقاريه، لانه انا قلت لكم يا ناس بصراحه، انا الان نتكلم دركا بالقباحه وبالصراحه، والله والله والله
لو جاو ساكنين فيها يعني حي تاع زواوله مساكن ودي بانا وكذا ومن ومنيه ممكن نتكلم عليها ببساطه وفوت عليها مانيش لاتي تصدع الراس تاع هذه المشاكل هذه. انا اللي تغيظني انه اطارات دوله قضاة ومحامين وسياسيين ونواب وكاين مسؤولين في وزارات في رئاسه الجمهوريه يسكنوا في هذه الترقيه العقاريه وعارفين انها فيها تزوير. التزوير شنو هذا الموثق اللي دار لهم عقود مزور، هذا الموثق سايليه مش موثق مش نوتير اصلا، كان عون جمارك ترافيك كوارت ولا نوتير. على هذا الاساس اللي هذا الموثق دار عقود مزوره لانه ما يسعش بالقانون، هو في روحه مزور، ما بني على باطل فهو باطل. السيد هو نوتير مزور من ترافيكي لانه هذا السوري هو اللي اختار هذا النوتير بدون اعلام شريكه اللي هو عيسات، هذا الشيخ هذا عيسات ما خبروا ما قالوا كذا، وراه يبيع في العقود. الاغرب من هذا انه يبيع الناس في الخارج ويخلص في الخارج، يخلص في المانيا، يقول لهم صبوا لي في الحساب في المانيا لانه عنده شركه في المانيا، صبوا له الاورو ويعطيهم ابارتمون في الجزائر. هذا ما يتنافى مع القانون لانك انت اصلا داير عقد مع البنك وما تدي قرض من البنك، لازمك تدخل دراهم البنك باش يدي الحق نتاعو. اما كتخلص في اوروبا في فرانكفورت ولا في المانيا، البنك ما عندوش خبر وبالتالي ما يديش الحق تاعه، وبالتالي البنك يبقى يسال والناس راهي ساكنه. الناس داو عقود مزوره على شقق في هذه ترقيه لينكر في الشقا، وهما بالنسبه لهم عقد. انا بالنسبه لي يقول لك عقد، ها هو العقد انا اللي عندي، انا يقول لك انا عطيتني عقد، ها هو عقد صلات كنبي، لكن هو عقد مزور للاسف الشديد، عقد مزور ماهوش صحيح. شكون اللي زور العقود اللي عطاها العقود؟ هذا النوتير اللي هو النوتير المزور اللي هو سهيليه رفيق اللي راهو في السجن. دعونا نقراو شكون الشركاء في ال هذا الترقيه وراه الشركاء، خلونا نشوفوا شكون هذا الشركاء وراه، خلونا نشوفوا شكون الشركاء. هذا هو العقد وراه، هذا هو العقد اللي راهو. وشكون النوتير؟ بلونيس ناصر، هذا امام الاستاذ بلونيس ناصر الدين موثق باختصاص محكمه دائره بيرموند رايس، الكائن مقره ب 5 طريق غابه ديكار دال ابراهيم، الممضي اسفله حضر السيد والسيده وكذا وكذا وكذا. الشركاء كاين ثلاثه، من هم؟ السيد الحمد لله، السيده ناصري عزيزه بنت عبد القادر، هذه هي الشركه الاولى، يعني الشركه الاولى الشركاء كاين ثلاثه. الثاني عيسات احمد بن محمد، الثالث النحاس محمد غسان بن عبد الرحمن المولود بحلب سوريا وكذا وكذا وكذا. اذا الشركاء ثلاثه، السيده ناصري عزيزه بنت عبد القادر، والسيد عيسات احمد، والسيد هذايا واسمه محمد النحاس محمد غسان. محمد غسان هذا السوري كان نائب في البرلمان السوري سابقا قبل الحرب وقبل المشاكل، كان نائب في البرلمان، عنده نفوذ، عنده كذا عنده كذا، عنده يعني راس مال، عنده شركات، رجل اعمال، انتقل الى فرانكفورت وعنده شركات في الصين حسب معلومات اللي عندي، عنده شركه في الصين، عنده شركه في ألمانيا فرانكفورت، وعنده إقامة في فرانكفورت، وعنده شركة حتى في بعض الدول الأخرى. تقابل مع بعض الجزائريين قال لهم حاب نستثمر في الجزائر، قالوا له رواح مبروك عليك، جاء الجزائر تقابل مع هذايا واحد مستثمر، تقابل مع هذا عيسات اللي هو صاحب الأرض، لأنه الأرض هذه في الشراقة ملك لهذا عيسات، ملكه. إذا هذا عيسات قال له أنا حاب نبني نشري عليك الأرض، قال له لا، قال له ندخل معك شريك، معليش ندخل معاك شريك ونبنوا ترقيه عقاريه. قال له اوكي ما كاش مشكل، اروح نديروا الشركه ونبنيو ونتفقوا. الارض ملك عيسات حسب العقود، الارض ملك عيسات، زاد دخل معاه بمبلغ مالي اللي هو حسب ما هو موضح امامي 156 مليار. نعم 156 مليار، لانهم راحوا للبنك
كي داروا في البنك داروا العقد، الارض قوموها ب 143 مليار. الارض داروها جابوا خبير عقاري قوم لهم الارض 143 مليار. واش معناتها 143 مليار؟ معناتها يحطوها في البنك، البنك يعطيهم دراهم باش يبداو يبنوا، لانه البنك عنده يعني رهن، عنده شيء اللي هو الارض. اذا الارض قومت لهم بنك 143 مليار سنتيم، وهذا عيساد زاد حط من عنده 156 مليار سنتيم، وداو قرض من البنك، زادوا داو قرض من البنك وبداو يخدموا. السوري بقداش دخل؟ الله اعلم، لانه انا انتظرت باش يعطيني هذا السوري، ما كاش باش دخلت انت دراهم شحال مانيش عارف. العقد هذايا اللي هو فيه طبعا حسب ما هو موضح امامي فيه يعني ثلاثة أربعة أوراق. اللي يهمني هنايا هو شوفوا نتكلموا على الحصص، تقسيم الحصص. تقسيم الحصص كانت كالتالي: قدم السيد عيسات أحمد للشركة مبلغا قدره 499 ألف دينار جزائري، قدمت السيدة ناصري عزيزة مبلغ 20 ألف دينار جزائري، وقدم السيد النحاس 49 ألف دينار جزائري. أيوة هو حط هنا معاهم 49. مجموع التقديمات هو مليون دينار جزائري، مليون دينار جزائري. حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار جزائري. المبلغ مليون دينار جزائري وشكون؟ 49 يعني 490 مليون سنتيم حطها عيسات، 490 حطها النحاس، و20 مليون حطتها السيدة. الحصص تاعهم وش هي؟ 49 هنا تخرج الحصص مثل ما راكم تشوفوا، 49% اداها عيسات صاحب الارض والشريك، 49% اداها السوري لانه هو اللي زاد مول المشروع ودخل معاهم، و2% اداتهم السيده. المعلومات اللي عندي انه بعد فتره السيده تنازلت، باعت للسوري 2%. واش تولي الحاله؟ تولي 51% للسوري، 49% لعيسات. يعني هنا صراها فيها ريكش بيكش، اصبح السوري هو الاغلبيه، ماجوريتير، عنده 51% والاخر عنده 49%، مول الشيء مول الارض 49% والاخر 51%. هنا بداو المشاكل. السوري ولا يقول له انا الاغلبيه، انا رئيس مجلس الاداره، انا اللي نتصرف، انا اللي ندير، انا اللي كذا، وعين بنو اللي هو وراه ابنه اللي هو هذا، عين ابنه عبد الرحمن النحاس مواليد 1/1/1988 حلب سوريا، عينه اللي عنده بطاقة الإقامة صالحة إلى 2030 يعني 10 سنين، عينه كمسير للشركة لأنه يملك 51%، وعيسات هذا الشيخ الكبير الأمي اللي مش قاري وما هو قاري ما هو فاهم 49% حقروه لأنه محسوب على الهامل والهامل في الحبس. أنا هذه اللي ما عجبتنيش، أنا هذه اللي قلبت لي مخي. عيسات هذا راجل كبير في عمره 71 سنة، كان ممكن كان يعرف الهامل، ممكن مش عارف، أنا ما نعرفوش هذا عيسات والله ما نعرفه، لأنه اللي أعطاني الأوراق ورسل لي واحد آخر طرف آخر تابع العيسات يعني من جماعة عيسات هو اللي بعث لي. أنا نستنى في جماعة السوري وقلت لهم أبعثوا لي وش عندكم، إذا ما بعثوا ليش أبعثوا لي، يعني نقول لهم أبعثوا لي. الآن نتكلم على الطرف تاع عيسات وننتظر السوري يبعث لي، لأنه نحب نسمع أنا من الطرفين. ممكن السوري راه عنده معلومات وعنده وثائق وعنده إثباتات أكثر من هذا عيسات. هذا عيسات يقول باللي أنا حقروني وداروا عليا كي الهامل طاحت بي ودخل الحبس، لأنهم حاسبيني من وليد بلاد الهامل. هو سيفري وليد الهامل، وليد بلاد الهامل من تلمسان ومن القرية تاعو، بصح هل هو شريكو؟ يا سيدي نفترض انه شريكو، شريكو كش متساني، وليد عمي وليد خالتي. كونوا عاقلين يا 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 ناس يا جهال، درك اي واحد يعرف الهامل يولي فاسد. هي انت عندك مشكل مع الهامل، عندك مشكل مع سعيد بوتفليقة، عندك مشكل مع ويحيى، مع سلان، مع فلان، تحملوا مسؤوليتهم هما.
مش اي واحد عنده علاقه مع عائله سلال او يحيى او الهامل او كذا نسجلوه مع العصابه ونقولوا له نظلموك. لا لا ابدا، انا في دوله القانون، رانا في دوله القانون، ونريد بناء دوله جديده، جزائر جديده، ونريد المساهمه في اصلاح وتطهير الوضع الفاسد ونحيو الحقره. الحقره هذه لانه يعرف الهامل امحيه نحيها، لانكم حقرتوا ناس ودخلتوهم الحباس ونحيتوا لهم رزقهم، وربي سبحانه عاود نصرهم وعاودوا رجعوا وراهم يحكموا في البلاد. شكون يقول باللي الهامل غدوه من غدوه يخرج من السجن براءه؟ لانه قادر يخرج براءه، لانه لحد الان التهم تاع الهامل مانيش عارفينها. انا واحد الناس لحد الان التهم تاع الهامل مانيش عارفها الا قضيه الثراء الفاحش ومش باسمه استغلال النفوذ، لانه بنو دا ومرتو دات وبلا كذا، هذه امور نخلوها للعداله. لكن شكون يقول انه الهامل غدوه يخرج من السجن براءه ويجي واحد اسمه سليمان ولا قويد الرئيس الجمهوريه ويستدعي الهامل يقول ارواح يا الهامل شد رئيس حكومه؟ ما خذيتوش العبره من تبون؟ تبون لما نحاوه من الحكومه في 2017 كان ما يلقاش شكون يشرب معاه قهوه، جيرانه كي يجي خارج يدوروا روسهم، او رد بالك ما تهضرش معاه تقول له صباح الخير يدوك الحبس، راهو السعيد راه بوتفليقه راه غاضب منه ما كاش. انا قلت لكم تبون اللي راهو رئيس الجمهوريه الان، في 2017 كان يخرج الصاشية تاع الزبل يديها في سيارته ويرميها، لانه الكاميو تاع الزبل تاع بلدية سطوالي وصاوه قالوا له رد بالك تفوت على الدار تاع تبون وتلفت الصاشية خليه ياكلوا الزبل وسخ. نعم هذه حقيقة. اللي راهو رئيس الجمهورية الان ويحكم باحكامه كان يرفد الصاشية تاع الزبل وحده ويحطها في كروسته ساكت ويدي يرميها في البيدون، لانهم كانوا ما يجوش يدولو الصاشية تاع الزبل، وقطعوا عليه الماء، قطعوا عليه التريسيتي، والصاشية تاع الزبل حاشاك ما يدوهملوش، وذلوه مذلة اللي ما تصراش. طبعا نحن ضد. اذا تبون الان وراه؟ راهو رئيس الجمهورية، هو الان رئيس الجمهورية. شكون يقول تبون؟ شكون يقول غدوة الهامل او واحد من اللي راهم في السجن يخرج براءة ويعاود يولي رئيس الجمهورية ولا يولي رئيس الحكومة؟ شكون كان ينتظر انه واحد كيما الجنرال اللي كانوا في السجن خرجوا او المسؤولين اللي كانوا او العقداء وراهم دركا في مناصب حساسه؟ شكون كان يقول؟ لانه الظلم ظلمات والحقره مش مليح. انا لا اقول ان الهامل بريء، لا راني نقول لكم نتركوا الشيء للعداله، لكن شكون يقول اذا الظلم انك تجي تحقر واحد شنو هذايا ماشي 49 مليون ما يهمناش. سيد صحح لي في الملايين، انا ما نعرفش الملايين اختي من جد. قلت شكون ما نظلموش الناس؟ الهامل هذا يا عنده مشكل الله يسهل، هذا السيد هذا عيسات ماشي كي كان الهامل برا كنتوا تخافوا منه وترعدوا منه، كي الهامل دخل السجن جو تحقروه وتنحوا له رزقه. علاش؟ وعلاش هذا الظلم؟ واللي نحالوا رزقه شكون؟ شكون اللي نحالوا رزقه؟ موثق فاسد ومزور وراه في السجن. الموثق هذا هو اللي نحالوا دالوا ترافيك ويبيعوا ويشروا والدراهم يحكموا فيهم في الخارج في المانيا يحولوا فيهم في حسابات في المانيا وينتظروا يجمعوا الحاصه ومن بعد سي هذا يا سي حس غسان هذا اللي ما نعرفوش نفس الشيء هو وليده وكذا كذا يرفضوا باسبوراتهم وتبقى على خير يجي خارج الخارج ومن بعد شد له الريح انت لانه الدراهم حولهم في المانيا يجي خارج. علاه ما صرتناش؟ ما صرتناش صرات اتراك خدموا هنايا جمعوا الدراهم بعد كلاو الناس وراحوا شناوا خدموا وجمعوا درام بعد كراحوا وكلاهم بوبي. علاش ما عدناش؟ عدنا. بالمناسبه شركه برتغاليه من البرتغال سمي اسبانيا كانت مكلفه بترميم المركز السياحي في تيبازا المركب السياحي، جاوا بلا طايهم، جاوا شركه اوروبيه والناس تخاف من الاوروبيين، شدوا المشروع تاع تهيئه المركب السياحي تيبازا مطار سوسات شدوهم. وش يديروا؟ يجيبوا مقاولين جزائريين، اروح انت شد لي السبيغه، اروح انت شد لي الغازون، اروح شد لي انت يا تريسيتي، اروح شد لي كذا. مقاولين مساكن خدموا واحد زوج ملاير، واحد ثلاث ملاير، واحد كذا، هما خدموا هما كملوا المشروع. الدراهم
حولوهم قالوا باي باي بقى على خير. المقاولين الجزائريين الان مساكن راهم يبكوا ما لقاوش شكون يخلصهم. راحوا لوزاره السياحه يعني مديريه السياحه اللي كان شادها منافع، عطونا دراهمنا، قال لهم ما خدمتوش معنا العقود درتو معنا، قال لا مع البرتغالي، روح البرتغالي. وراه البرتغالي هرب راح، ما عندي ما ندير لك. قالوا لي يحمي المغفلين. نعم بالفعل، لانهم هما تعاقدوا مع الشركه البرتغاليه اللي من المفروض تحترم قوانين الدوله الجزائريه، وقبل ما تخرج نورمال مكاجد الدوله قبل ما يخرج من المطار قال ارواح انتم رايحين ايه اعطوناك ما عندكم حسابات، شكون يسالكم شكون تسالوا وشكون كذا وشكون لا، هذا شغل زريبه. كملوا خدمتهم في تيبازا، خلصوا دراهمهم حولوهم البرتغال، يحكموا الطياره وجو رايحين. الناس راهم درك تبكي يعيطوا لي انا يقول لي يا بن زيري ما خلصوناش. قلت لهم واش ندير لكم انا؟ مقاولين جزائريين شباب، واحد مسكين قال لي انا داير شركه فيها 10 ولا 15 واحد نخدم شويه صبيغه شويه كذا، قال لي كلاوني في 2 ملاير، واحد كلاوه في 7 ملاير، واحد في 3 ملاير، واحد في 5 ملاير، مساكن راهم يبكوا. راهم يبكوا ما لقاوش باش يخلصوا الخدامين. ما هو ذنبهم؟ ذنبهم هو سوء التسيير وسوء المراقبه.